المدرب الهولندي أطلق تصريح قبل مباراة الأرجنتين، وأنا ما أحب الحركات دي. حرش إيه يعني عارف أنت عندنا طار مع يعني إيش حاجة حط ضغط على نفسه. هم جايينك ناس مولعين تروح تصب عليهم تستفزهم. يعني بعض المدربين أحيانا ما أعرف ليش يسوي كده، ليش يحول المباراة بهالطريقة إلى حرب. خلنا نشوف حديث مدرب المنتخب الهولندي. أتمنى أن نحقق الفوز أمام الأرجنتين، وبذلك ستظل حظوظنا قائمة في الفوز بكأس العالم. كل شيء ممكن في هذه النسخة، لكن الأمر لم يكون كذلك ما لم نتمكن من تجاوز الأرجنتين. أيضا لدينا تصفيات حسابات سابقة مع الأرجنتين، ولذلك سيكون من الجيد أن نفوز. المدرب الهولندي بدأ يضع خططه لإيقاف ميسي وخطورته حتى لا يتسبب في إخراج منتخب بلاده مجدداً كما فعل في نسخة البرازيل 2014. ميسي أكثر اللاعبين خطورة وإبداعاً، يمكنه التهديف وصنع فرص كثيرة وخلق تمريرات حاسمة، لكن على النقيض عندما يستحوذ الخصم على الكرة فلا يشارك في معظم أوقات المباراة، وهنا تكمن فرصتنا. وبالحديث عن أفضلية ميسي في العالم، فمن وجهة نظري أنه لا يمكنك مقارنة التفاح بالإيجاز، وبحسب فلسفتي الأمر يتعلق بالمركز. ميسي يلعب بطريقة مختلفة عن تلك التي سأريد بها من مهاجمي رقم 9 أن يلعب. ¿Viste la foto festejando el topo? ¿Ya te viste o no? Sí, ahí me mandaron un par la... Es remera, ¿eh? Ya es remera, ya la imprimieron, ¿eh? Bueno, esa cosa del momento, del partido. ¿Estaba dedicado o no? ¿Estaba dedicado eso? ¿Eh? No, pero ¿estaba dedicado a alguien? No, la verdad que sí, que estaba con bronca por el pre-partido, porque creo que un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene durante
a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falte el respeto como faltó el respeto, creo que no tenía por qué ser así, que no tiene sentido, y sentí que no había faltado el respeto a la selección argentina. Chao, chao, chao.